مساء الخير متابعين قناة أنبوكسينج بلس. النهاردة عندنا فيديو جديد عن منفاخ من شركة توتال. طبعا دي شركة ظهرت مؤخرا كده، ابتدت تنتشر كده من ليها فروع في كل حتة، بتشتغل في العدد والأدوات، ومن ضمنها ليهم حاجات كده في المواتير المية والمنفاخ، وليهم كذا حاجة كده شغالين فيها. النهاردة عندنا المنفاخ بتاعهم ده اللي هو بالشكل بتاع عامل زي مسدس كده. هما عندهم منفاخ تاني، ده اقوى، ده يعتبر اتنين بيستن، ده بيستن واحد بس انا جربته وشغال حلو تمام وعجبني يعني. بس ده فيه ميزة مش موجودة في ده بيشتغل على ولاعة العربية، ده هنا بيشتغل بالبطارية بس. وهو ده موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، هنتفرج على ده وده هنعمل له حلقة تانية مفصلة. اسحبه ده دلوقتي، شوف ده معانا اهو، العلبة بتاعته اهي بتيجي من بره اهي، هي عليها صورة المنفاخ. الموديل بتاعه بس، وطبعا بيشرح اهم مميزاته ان هو معاه ابر لكل الاستخدامات، الوصلة بتاعته سهلة جدا في الاستخدام على البلف بتاع العربية او على اي بلف يعني، مجرد بنحط زي ما هنشرح كده دلوقتي. في كشاف ليد صغير، وفي طبعا العداد. نفتح مع بعض نشوف المنتج. هي العلبة بتيجي عبارة عن ده بس فقط كده، وكتالوج تمام. هي بيجي معاها هنا إبرة للعجلة، إبرة الكورة، وداخل فيها الإبرة بتاعت البالونة والمراتب والحاجات دي تمام. زي ما قلنا الوصلة السهلة، وهي دي اللي بتميزه عن أي منفاخ تاني يعني، أو معظم المنافخ اللي منتشرة في السوق بتبقى كلها اللي هي قلاووز كده في الآخر. لا ده مجرد بتحطه وتقوم قافل على البلف وخلاص على كده تمام. هو النقطة بس ان المنفاخ ده بيجي من غير بطارية، فانت لو ما عندكش عدة توتال قبل كده ومعاك بطاريتها هتضطر تشتري له مخصوص بطارية وشاحن، وده كده هيخلي تكلفته تقف عالية عليك يعني. هو اوريدي تمنه من 300 ل 400 جنيه، وطبعا عارفين كده مشكلة توتال الأسعار فيها متفاوتة جدا يعني، تلاقي مكان بيعرض بسعر ومكان يعرض بسعر تاني، فأنت عشان تشتري حاجة من توتال بسعر كويس محتاج تسأل في كذا مكان يعني. أنا من خلال تجربتي أسعار كل منتجات توتال على المواقع اللي احنا عارفينها اللي هي نون وسوق وجوميا كلها عالية جدا، مبالغ فيها مقارنة بالأسعار الحقيقية بتاعت المنتج ده يعني. أحسن أسعار ممكن تجيبها ليه بتبقى من محلات في شارع الجمهورية وكده، بس بعد ما تلف وتسأل عند كذا حد برضو. حتى الفروع بتاعتهم بتبيع بأسعار غالية مش أسعار رخيصة. بس هنشوف طريقة استخدامه مع بعض. دي بطارية عندي جايبها من جهاز تاني، الصالة بالشكل ده تمام. طبعا بنشبك دي في البلف بتاع العربية وبنضغط بيطلع معانا هوا على طول بشكل مباشر. في هنا طبعا بيبقى فيه كشاف اللي بينفخ كده، وبيبقى المؤشر عنده، فلو انت بتنفخ على 30 يبقى توصل لغاية 25، بعديها بشرط على طول دي ال 30 بتاعتك، 35 تبقى الشرطة اللي بعدها، بتنفخ 32 يبقى ايه تظبط ايه ما بينهم بمنتهى البساطة يعني. انا من خلال تجربتي شايفه منفخ كويس وقوي، سهل في استخدامه، متحتاجش تعمل وصلات ولا كلام من ده، لا بتعمل وصلة على البطارية ولا بتوصل بالولاعة ولا الكلام ده، انت مجرد تشبك تشتغل على طول. حتى انا من كتر سهولة استخدامه بقيت بستخدمه ان انا اظبط بيه الكاوتش بتاعي قبل ما اتحرك يعني، مش بس بقى منفاخ طوارئ بالنسبة لي، لا بقى منفاخ بستخدمه بشكل اسبوعي مثلا، ان انا ايه اطمن الكاوتش بتاعي كله مظبوط قبل ما اتحرك، لان احنا طبعا عارفين ان الكاوتش الضغط بتاعه بيتغير مع الحركة، فانت لو اعتمدت انك تظبط الكاوتش بتاعك بعد ما تعمل مشوار فتقابل بنزينة في طريقك فيظبط لك مثلا الهواء بتاعك، الظبط ده مبيبقاش حقيقي مبيبقاش دقيق،
بالظبط الصح انك تظبط الكاوتش بتاعك والعربيه ما اتحركتش، فانت يعني تصحى الصبح قبل مشوارك تطمن الكاوتش مثلا بتاعك كله على 35، تبقى الدنيا تمام معاك. تمام، دلوقتي هنروح لتجربه عمليه نشوف الفرده وهي نايمه على الارض، نشوف الفخده قومها ازاي. كاوتش على الارض خالص اهو على الزيرو، فكرة الكاوتش مخروب يعني في هوا بيخرج مع الناس. هو بص عيني، مع ان في هوا بيخرج، انا سامع صوت الكاوتش بيخرج هوا دلوقتي. كمل بقى نفخ تاني. هو خلاص كده الكاوتش 25 اهو، انا هنفخه لحد مثلا ما الشرطة اللي هي بعد 25، اللي هي اللي بعد 25 اول شرطة بعد 25 على طول دي 30، انا هنفخه لغاية ما بينهم كده. كده كده الكاوتش مخروم، انا هنفخه واطلع على بتاع الكاوتش يغيروا يلحموا على حسب حالة الكاوتش اللي موجودة يعني. دلوقتي يعني بعد ما شفنا تجربة عملية للمنفاخ، أنا شايفه ممتاز من وجهة نظري يعني، يعني أدى المطلوب منه بشكل ممتاز، وزي ما بقول لكم هو أنا بقيت أستخدمه يعني بشكل منتظم، مش مجرد بس على الطوارئ وبس. ده طبعا راجع لسهولة الاستخدام، يعني أنا كان عندي قبل كده اللي هو المنفاخ الجمل ده اللي بيقولوا عليه الجمل، اللي هو عشان تشغله محتاج توصل بالبطارية أو على الولاعة، بعد كده تروح على البلف وتقعد تلف وتعمل، فكان بالنسبة لي كان يعني غلبة كده في استخدام، فما كنتش بستخدمه تقريبا يعني، إلا بقى طبعا لو في طارئ يعني بالنسبة لي. وكان المفروض إن هو 2 بيستن بس، كان بيقوم برضو الفردة في وقت يعني تقريبا مساوي للوقت اللي قومه المنفاخ ده، اللي هو المفروض يعتبر بيستن واحد بس. أنا بالنسبة لي يعني مقارنة ده لا، ده استخدامه كان ألطف وأظرف بكتير. أتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبك ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة. شكرا.